طبعا احنا متواجدين هنا اليوم كما جرت العادة مطالبين باحترام الدستور وقوانين الدولة، وللأسف بدال الأوضاع تتحسن قاعد نشوف الأوضاع تسيء. يعني احنا واحدة من القضايا اللي موجودين عشانها اليوم اللي هي قضية صالح الرشيدي. صالح الرشيدي مواطن قبل الله يكون عسكري، كان على رأس عمله لما تم اختفائه. طبعا سمعنا قصص وايد انه مخطوف في امن الدولة وغيره من الامور، لكن انا كلامي الى وزارة الداخلية، انتوا من اكثر الوزارات ان لم تكونوا اكثر وزارة تحتكون وتتعاملون مع الجمهور ومع الناس، معقولة ما عندكم متحدث رسمي يطلع يتكلم للناس يذكر اذا كان اللي قال اشاعات ويبين الحق ويبين لنا الحقائق؟ معقولة وزارة الداخلية في الكويت ما عندها متحدث يطمن الناس، يخلي الناس عايشة في فوضى، أهل الرشيدي ما يدرون وين وشن اللي صار، وقبله جمال الساير وغيره وغيره، الأسامي وايدة يعني احنا، وكلها على حسب ما نسمع بإجراءات غير قانونية غير دستورية. فإذا كنتوا تبون أي شخص المفروض تقدمون بلاغ وتستدعونه بالطرق الإنسانية الحضارية. واحدة من القضايا الأخرى اللي احنا هني عشان نأيدها اللي هي قضية إخواننا البدون، جهاز المقيمين بصورة غير قانونية أو اللي كان اسمه، أكثر من 10 سنين ما قدر يحل القضية، والآن يأتون ويجددون لهذا الجهاز. أنتم تدعون أن عندكم ملايين المستندات على هؤلاء إخواننا البدون، أنتم الذي ادعيتوا أن عندكم هذه المستندات وعلى المدعي البينة. عندك مستند على أحد قدم للقضاء، خل القضاء هو اللي يكون الفيصل، مو أنت اللي بكيفك تتحكم بحياة إنسان. أنتوا شلون تدعون أن احنا في بلد إنسانية؟ أين الإنسانية؟ أين الإنسانية من إخواننا البدون؟ ليش يتعاملون بهذه الطريقة؟ 10 سنين ما تحرك شيء في هذا الملف. القضاء لازم يكون له دور أساسي في هذه القضية. فإذا أنت تدعي أن هذا الشخص يملك هوية أو جنسية إلى بلد آخر، قدم مستنداتك واذهب إلى القضاء. دع القضاء يكون هو الفيصل، مو أنت شخص أو جهاز تتحكم والأشخاص يواجهون مشكلة في التعليم، في الصحة، في إثباتاتهم، في الزواج، أقل أبسط حقوقهم الإنسانية مقعد يأخذونها في بلد يدعي أنه بلد الإنسانية. وموضوع آخر، إحنا كل يوم نشوف رئيس الوزراء طالع ونشوف الحكومة طالعة وتصرح وإحنا بنسوي مشاريع وبنصرف وبنصرف، وبنفس الوقت يقولوا إحنا عندنا عجز وحلولهم كلها مثل جيب المواطن. أنا أقول حق صباح الخالد اللي يقولنا بنحقق حلم المرحوم ناصر صباح الأحمد في إنجاز مدينة الحرير، أنا أقول لك أول شيء حقق حلم المرحوم ناصر صباح الأحمد في مكافحة الفساد، في محاربة الفساد، في القضاء على الفاسدين، في استرجاع أموال الكويتيين. أولى من أنك تصرف مئات المليارات على مشاريع ما ندري راح تصير ولا لا. يجب على هذه الحكومة احترام الشعب واحترام الدستور. يعطيكم العافية.